لما الناس بيقولوا إنه ليش الشباب ما بيحبوا يتطوعوا، ليش ما بيحبوا يتطوعوا، حاولت أفهم ليش، لأنه أنا من تجربتي، إن كان تجربتي الشخصية أو تجربتي مع مجموعات كبيرة من الشباب، ما شفت حدا ما بيحب يتطوع. أنا بحب أتطوع لنفسي حتى أعلم نفسي، أتطوع للمجتمع المحلي حتى أفيد وأستفيد. حباً لمساعدة الناس، حباً للمساعدة. ممكن إنه بحب أنا أغير، بحب إني أصلح في المجتمع، أو بنفس الوقت أنا بحب الحياة الاجتماعية، بحب التعامل الاجتماعي. إن 33% من طلبة الجامعات ذكور لديهم النية للتطوع، أما النسبة عند الطالبات فهي أعلى وتصل إلى 67%، وذلك بحسب دراسة للدكتور فاكر الغرايبة رئيس قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة البلقاء. إذن لماذا لا تترجم هذه الأرقام نفسها على أرض الواقع؟ برأي كامل النابلسي والذي يملك تجربة طويلة في العمل الشبابي أن السبب هو شيوع الأنماط الاستهلاكية التي جعلت من الإنسان شخص أكثر مادية وأنانية. هلا بتطور النمط الاستهلاكي، يعني وجهة نظري الشخصية، اللي خلي الحس واحد بقيمته إنه أنا بقدر أعمل كل إشي لحالي، أوكي؟ هذا لعب دور في إن الواحد يكتفي وما يحس حاله إنه لازم أتطوع أو إني أشارك. مش بس هيك، اثنين، الارتباط الحاجة بالحاجة الاقتصادية خلي الناس يتقرش كل إشي. يعني أنا ما بعمل تطوع إلا في مردود مالي، صفت معيارها الفلوس، لأنه بحاجة، لأنه بده يلبي، بده يلبس، بده يروح، بده يجي، بطل يروز المسألة ويحكي إنه أنا بحاجة إني أعطي. العطاء لا يقتصر على الأفراد، فبهذه الأيام التي يكثر فيها استخدام مصطلحات مثل التنمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، هل تتحمل المؤسسات جزء من المسؤولية؟ كثير من المؤسسات خصوصاً بأجواء التنمية الجديدة بتطلعوا على المتطوعين إنهم أداة، يعني مثلاً بدنا ينعمل برنامج مثلاً مع الشباب فلازم يكون في متطوعين، فتعالوا اعملوا هيك وانتهى الموضوع. في يعني في مهمة محددتها المؤسسة والشباب بدهم يجوا يعملوها ويروحوا. أي مؤسسة لازم يكون عندها بند أو فلسفة إنه يكون في مساحة للمتطوعين، أي مؤسسة كانت، عسكرية غير عسكرية، ثقافية اجتماعية، أي مؤسسة، ولازم يكون عندها برنامج لتطوير قدرات المتطوع وتبني معاه شوي شوي وتعطيه فرص بحيث إنه يبدأ بشيء وينتهي بشيء. 97% من الطلاب مهتمين بالتطوع، وذلك أيضاً بحسب دراسة الدكتور فاكر. فهل تدعم المؤسسات الأكاديمية هذا الطموح؟ بتسأل دائماً سؤال، ليش عنا بالأردن ما بحطوا منح دراسية مثلاً للتطوع، أو ما بحطوا علامة بالجامعة نسبتها للتطوع زي ما بصير بالنسبة للنشاط الرياضي أو التفوق الرياضي؟ بدول أجنبية كثير العمل التطوعي له جانب في العلامات اللي بتصير بالجامعة وله عدة مقاعد، زي ما هون بيصير بالجانب الرياضي أو التفوق الرياضي. وحتى إذا طورت المؤسسات مفهومها عن التطوع يبقى المفهوم محدوداً عند الأفراد. ممكن يكون واحد مبدع بمجال عادي IT، ممكن يتطوع إنه يعمل سيستم مثلاً لمدرسة أو لمؤسسة. ممكن يكون شخص تاني مثلاً موهوب بفيلم ميكينج أو إشي له علاقة بالآرت، يقدر يعمل إشي لمؤسسة محتاجة لهذا الإشي. فدائماً نحن الفرص اللي نسمع عنها هي فرص لها علاقة زي ما قلت لك بالتشاريتي، إنه نروح نوزع على الناس أو نروح ننظف شوارع أو كذا. مش كل الناس عندها الانترست إنها تعمل هذا الإشي.